سيئات هذه المحافظة. انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية المقبلة بتغريدة من صالح محمد العراقية، لكن أن يقابله بالمثل انسحاب الإطار والشخصيات التي تولت المناصب منذ عام 2003 وإلى الآن. نص التغريدة يوضح بعدم مشاركة وجوه أخذت زمام الأمور، حيث لاقت تلك المبادرة تفاعلا إيجابيا من قبل أنصار التيار الصدري. دليل على نزاهة ما يطلبه سماحة السيد مقتدى الصدر عندما يضحي في وزارات وفي 73 مقعد ثم يقطع الطريق على المتقولين بأنه يريد أن يأخذ الدولة كاملة ويفتح الطريق للمستقلين وللشعب العراقي. وكما قلنا، هذا دليل على أن السيد مقتدى الصدر فقط يبحث عن مصلحة العراق. صعود شخصيات وكيانات تأخذ المشهد العراقي، ربما تتغير سلسلة الاحتقانات والمناكفات التي تحدث بين طرفي النزاع، وقد تذهب به إلى حرب أهلية إذا استمر الوضع بالتصعيد. لكن تلك الاتفاقية التي أمهلها الصدر للإطار لم تلقى قبولا، بل راحت بعض القيادات من الإطار تأخذ الاتفاقية بمحل سخرية حول الشخصيات الجديدة. يقول سيدنا ومولانا سيدنا القائد مقتدى الصدر احنا وياه، يقول استمروا على السياسة نستمر على السياسة، يقول استمروا على الانتخابات نستمر على الانتخابات، يقول انسحبوا احنا ننسحب. على خطاك سيدي مقتدى، خطوة إيجابية يعني تنقذ المجتمع من فساد الأحزاب من 2003 ل 2002، راح تنقذ المجتمع من هذا الفساد اللي جابته لنا الأحزاب. المهلة التي أعطاها الوزير القائد للإطار بعدم المشاركة بالعملية الجديدة تنتهي مع قرار المحكمة الاتحادية، فالاحتمالات وحسب القيادات السياسية أما أن يصعد الصدر أنصاره نحو مفاجأة مجلس القضاء من جديد، أو الذهاب نحو عصيان مدني يشل محافظات العراق. من العاصمة بغداد، مهدي غريب، ون نيوز